كابتن ابراهيم، بالمناسبه السعيده، اهلاوي ولا ايه؟ اهلاوي، و يعني انا لو اتحطيت في وجه مقارنه بيني وبين اي فيرود في النادي الاهلي، ايه ده فانا ممكن اقول انا زي كابتن محمود الخطيب، هو بيجيب اجوان وانا بعرف اجيب اجوان كمان. كابتن بتسعف يعني بيجيب اجوان؟ لعيب كوره جامد ولا ايه؟ الحمد لله يعني فعلا. لا بجد صدقني، يعني ممكن بس كابتن محمود الخطيب واحده بشماله وواحده بيمينه وواحده براسه، هو فنان يعني. هو كابتن محمود الخطيب ده من الاساطير، فانا يعني برضو من ضمن الاساطير في تنس الطاوله، بس برضو يعني انا ممكن اخش في تحدي واللي يفصل بيني وبين اي فيرويد في النادي الاهلي هو كابتن موسيماني، وطبعا على راسه الكابتن الخطيب يعني. لا ده كلام كتير، لسه هنكمل، ده كلام كتير يا جماعه. لا هنكمل. كابتن ابراهيم حمدتو اهلاوي من طراز رفيع، هنا بالراحه عليها، هنا مش قوي كده بس ماشي. يلا يا جماعه، اهلاوي مهم جدا 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 نقول لكابتن ابراهيم حمدتو اهلاوي النخاع، وطلب حاجة مهمة جدا ان بيتسو موسيماني، لا بالراحة يا هنا شوية عليا، يعني الكورة راحت بس هتجيبها بتلاقيه، وطلب مني ان موسيماني يشوف الكابتن ابراهيم حمدتو، ان كابتن ابراهيم حمدتو طلب اكتشافه داخل جدران نادي الكابتن ابراهيم. يعني انا اكيد ده مش وعد، لان مستر بيتسو موسيماني لو شافك انا متاكد ان هو ياخدك فيرود. النادي الاهلي محتاج فيرود برضه صح؟ لا يا كابتن، لا النادي الاهلي ملان، يعني احنا ما نقدرش نقول ان هو محتاج، لا الفراوده بتاعت النادي الاهلي عندنا هداف الدوري محمد شريف، ده بجد ربنا يبارك له، يمكن ده فعلا ده اللي جاي، ده مستقبل الكره المصريه، مش النادي الاهلي بس، ده مستقبل الكره المصريه. كل لعيبه النادي الاهلي في الموسم ده يمكن حاجه استثنائيه بجد، يمكن دي علامه من العلامات اللي فعلا ده منتخب مصر ان شاء الله اللي هيبقى فعلا في مركز متقدم عليها بابطال النادي الاهلي يعني. تمام.